لو انت متابع جيد للسياسه فانت اكيد عارف الزوبل الالكتروني. طبعا الزوبل الالكتروني قبل مباراه نيوكاسل وتوتنهام كان بيتكلم على الحفاوه اللي تم استقبال بيها السيد ياسر الرميان المدير التنفيذي او المدير الغير التنفيذي لنيوكاسل يونايتد. مش عارف ازاي المدير الغير التنفيذي دي حاجه اول مره اسمع عنها، بس انا قريتها النهارده في تويتر واتفرجت على الفيديو بتاع ترحيب الجمهور بياسر الرميان، واتفرجت على الجمهور بتاع نيوكاسل وهو لابس الجلباب السعودي وفرحانين جدا ان السعوديه بتستثمر في نيوكاسل، والكلام ده كمل تويتر وقت المباراه. تمام، اتكلم يابا على الفرح والسرور اللي موجود في قلب جمهور نيوكاسل بالنسبه لك، انما لما تقعد تمسك موقف محمد ابو تريكه وتتكلم على موقف محمد ابو تريكه علشان ما تقعدش تتكلم ان نيوكاسل مليان مشاكل وان انتوا الرحله بتاعتكم مع نيوكاسل قد تكون رحله فاشله وان انتوا ما تعرفوش ترجعوا نيوكاسل ان هو ينافس على بطولات، لان نيوكاسل احتمال يهبط اساسا السنه دي، فتقعد تركز مع ابو تريكه وتقول ابو تريكه انسحب من الاستوديو ليه؟ ابو تريكه بياخد اللقطه علينا؟ ابو تريكه ليه قرر ان هو يفتكر انسانيته في مباراه ترفه فريق مملوك لصندوق الاستثمار السعودي؟ ثواني بس، انا عارف انك ذبابه حبيبي وعارف انك الكلام ده هتطلع تقوله كده كده علشان خاطر مش هتعرف ترد في حقيقة. انت كنت كان بيحصل حاجات اوسخ من كده بكتير كنت بتطلعوا تتكلموا عليها، فموضوع ابو تريكه عادي جدا انك تطلعوا تتكلموا عليه، بس اللي مش عادي هو ان في ذباب الكتروني مصري ينضم للقصه. ما هو ابو تريكه هنا حرق كتير برضه، يعني لما تلاقي واحد زي عمرو اديب طالع يتكلم على ابو تريكه وان هو بياخد اللقطه، عمرو اديب كبيرهم الذي علمهم السحر بيتكلم ان ابو تريكه بيطلع ياخد اللقطه، انتوا بتهبدوا في ايه يا جماعه؟ يا جماعه ارحمونا، طول ما انتوا شايفين الناس دي بتشتم ابو تريكه اعرفوا ان ابو تريكه ماشي صح، دي قواعد عندنا هنا، طول ما الاعلام المصري بيشتم في حد يبقى الراجل ده كويس والراجل ده 100 100، انما انتوا لما تقعدوا تسيبوا الماتش وتسيبوا اللي ذبح واللي زلخ وتركزوا في ابو تريكه يبقى انتوا المجانين يا ابني. اما لو انت لسه مقتنع ان محمد ابو تريكه عايز ياخد اللقطه على حساب نيوكاسل، فمين نيوكاسل يا ابني؟ يا ابني نيوكاسل ده اتعمل له سعر بعد ما صندوق الاستثمار السعودي اشتراه، لا اكتر ولا اقل. فابو تريكه انك تحاول تحطه في حته ان هو الشخص الانتهازي اللي بيحاول ان هو يسرق مواقف ما عشان خاطر يجي له شويه تعاطف، لا مش ابو تريكه خالص، ابو تريكه مش محتاج كل الفيلم ده عشان يلم تعاطف، ابو تريكه اساسا مجرد ظهوره على بي ان سبورت احنا بنقعد نسمع له علشان خاطر احنا بنحب الراجل ده وعندنا ايمان ان هو بيعمل كل حاجه بتنبع منه من ابو تريكه، ابو تريكه اللي شاف زميله بيموت في التمرين هو محمد عبد الله الله يرحمه وهو بيتمرن معاه واللي كان بيلم جثث في ملعب بورسعيد وقت مجزره الاهلي والمصري، مش هو ابو تريكه خالص اللي هيجي النهارده يقرر ان هو يركب ترند او يقرر ان هو ياخد لقطه ويسيب الماتش وينسحب من الاستوديو. غير كده اداره بي ان موافقه والناس اللي كانوا معاه في الاستوديو سمحوا له، انت بقى زعلان ليه؟ فهمني، طب انت زعلان ليه؟